عودة لكم مشاهدينا لمتابعة فقرتنا لليوم. المجتمع هو اللي بيقرر الإجابة عن سؤال حرية الصحافة وأهميتها بالنسبة له. صحيح أنه المجتمعات منا كتلة وحدة ولا حتى بتجتمع بكل شيء، بل بتنقسم على أشياء كتيرة، إلا أنه لكل مجتمع وشعب قواسم مشتركة بتجمعه وبتظهر بالمبادئ المشتركة بالوثائق التأسيسية للدولة وأهمها الدستور. ولكن قضية الحرية بتخضع طبعا لتفسيرات عديدة وبعضها تعسفي وانتهازي، حتى قيل كم من الجرائم ترتكب باسمك أيتها الحرية. لذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحافة اللي طرحت هالأسبوع رح نحكي عن واقع حرية الصحافة بلبنان وغيرها من المحاور اللي بتحمل تجارب تاريخية ملموسة بمجال حرية الصحافة. بيسعدني رحب بمداخلة للصحافي والمحلل السياسي الأستاذ حبيب يونس. أهلا وسهلا فيك معنا أستاذ. يسعد صباحك وصباح نور الشباب، وذكرتيني بأيام الصف. شكرا لك أستاذنا. بدنا نبلش معك هيك بسؤال دايما بنسأله، أو عن واقع حرية الصحافة بلبنان، وهل هي إلى زوال بظل الوجود لبعض المعوقات والمصالح اللي عم تظهر بالعديد من المواقف اللي عم نعيشك اليوم؟ الحرية حرية. هلأ نحن عم نحكي عن الصحافة، الحرية كيف ما برمتيها إلى سقف هو الحقيقة. نعم. والأخلاق، أنا لما بتسأليني هيك سؤال بينتابني ثلاث أنواع من الشعور أو من المشاعر: الأسف، القرف، والغضب. نعم. يعني ما بعرف إذا فيا أو إذا أنت كنت من الطلاب اللي مش 10 سنين كرمونا بكلية الإعلام، وكانت القاعة قاعة جبران تويني مليئة بالزملاء. نعم. بيطلبوا مني شو رأيي بعد الخبرة وبعد الدرس. نعم. سألت لهم للطلاب رح تخوضوا 3 سنين، في عندكم مجموعة مواد بتحطوا بكفة الأخلاق الإعلامية وكل المواد الأخرى بالأخلاق بكفة الثاني. بما معناه هالأخلاق الإعلامية مش مبنية هيك على مزاج، مبنية على وقائع وعلى دستور وعلى أسس. نعم. وعلى أسس بالتربية، في شيء مربيين عليه أهلنا اسمه العيب والحرام، وفي شيء اسمه الحرية. الحرية مش أعتدي على حقوق غيري، مش أنا ألف نوايا عن لسانه، مش أنا أشتمه. لما منشوف اليوم هالمساحة، بدي أفترض أنا صحافي ما تجاوز الأخلاق الإعلامية وهو شتم أو هو عمل، أما أن يفتح الهواء تبعه لما لأي أن يكون منه واعي شو عم بيصير، ما بيعرف شو، ما بيقدر مسؤولية الكلمة، هي صارت مشاركة بجريمة أخلاقية. في شيء بالعالم اسمه الهايد بارك بلندن، هذا مفتوح للناس تروح تفش خلقها بهذه الطرق، بتفش خلقها بمحل معين ما بيشوف، ما بيشوفه حدا. التلفزيون ستيفاني، بعض الوسائل بيوصلوا لعندك على البيت، هذا ضيف بيفوت لعندك على البيت ما بيدق الباب. ما في انا افتح بابي لمين ما كان لازعر على الطريق يجي يفوت لعندي على البيت. نحن سمحنا لزعران لقلة أخلاق، لناس عشوائيين غوغائيين يطلعوا يفرضوا حالهم علينا. يعني اليوم أنت برأيك أستاذ، الفكرة أنه اليوم في حقوق وواجبات، واليوم من واجب الصحافي ومن سيتكلم أنه يلتزم بهالأمور، يعني بالحدود. في دستور، في دستور، في قانون، في قانون بيمشي الصحافي. نعم. هلأ مشكلة الصحافي أو كل الإعلام بلبنان هو الاحتكارات، كل مؤسسة محتكرة من حدا. نعم. وهيدا لازم يزول. واحد. اثنين، لما شي جهة تلجأ إلى القضاء لمقاضاة حدا شتمها، سب، عمل فيها قد حزام، افترى عليها، بتطلع لك نغمة تانية أسوأ من الأولى، أسوأ. نعم. من الشتيم. عم بيقمعنا يا خي، كيف عم يقمعك؟ القضاء هو المكان الحضاري للمقاضاة بين الناس كي لا يلجأ الإنسان إلى أخذ طاره بإيده. نعم. يعني في واحدة من اثنين،
واحد شتمني انا على التلفزيون بروح عليه وبضربه، منيحه هي؟ اكيد مش منيحه. اقل شيء الجا للقانون اللي بيسمح لي اني اقضيه بموجب شيء. هلا في شيء ثغرات بالقانون، شو هي؟ تحديد القدح والذم، هذا يترك اما للقضاء، يعني للقاضي ك عنده شو بيقولوا، عنده شيء استنسابي بيمارسه، صلاحية، انه لا هيدي ما في صلاحية استنسابية، انه هيدي مش قدح وذم، لا عمول معروف حددهم بضوء التجارب السابقة، وبتترك محل في حال جد شيء جديد غريب عجيب على البشرية بتاخده بالاعتبار. مجموعة اشياء، مشان هيك انا اسفان على عدم احترام الاخلاق الاعلامية، مشان هيك انا قرفان من اللي شفته وعم شوفه، خصوصي انه رأس المال اللي بيبغى الربح هو اللي عم يتحكم بمسار الاعلام بالعالم. بطل في اخلاق وراء اي، مش عم بحكي طبعا، مش عم عمم، وراء هالمؤسسات الاعلامية. وتالت شيء غضبان انه بأسف عم نعلم وعم يمرقوا هالطلاب عند غيرنا، وكأنا كنت قلهم وكنت يمكن ملاحظة بالصف اللي عم تتعلموه هون يمكن تواجهوا عكسه لما بتروحوا على بعض المؤسسات الإعلامية. بقى خليكم أنتم متمسكين بالأخلاق الإعلامية، مش هيك غضبان إنه هالإشياء الحضارية أو الأخلاقية اللي كنا نزودهم لطلابنا تيتسلحوا بالأخلاق وبالعلم وبالحضارة عم بيتواجهوا بسوق العمل بنقيضهم، وهذا الشيء بخليني أخضر. يعني من خلال اللي حضرتك وتفضلت قلته أستاذ، شو فينا نقول اليوم عن تعرض الصحفيين اللي عم بيمارسوا مهنتهم لشتى أنواع المضايقات، من ضرب لإهانات لأيضا توصل لقطف لقتل ومحاولات اغتيال؟ اليوم من يحمي الكلمة الحرة؟ وهناك العديد من النماذج بوسطنا الإعلامي، مثل كل الأشخاص اللي راحت منذكرها، مثل الأستاذ سمير قصير وأيضا الأستاذ جبران تويني وغيره كتار. يعني هل أصبحت اليوم الكلمة أخطر من الإنسان بحد ذاتها، لذلك يفضل إسكاتها؟ كل عمر الكلمة أقوى سلاح، ومش أول شهيد اللي سميتيهم أو في قبلهم كتار طبعا، كامل مروة، سليم اللوزي، رياض طه، قبلهم أبو الحن الله يرحمه، المتنة اللي على أساسه صارت حرب 58، أو كان الشرارة لألا. الصحافة مشروع شهيد، هذا واحد، واللي بيخوض غمار الصحافة بده يعرف أنه هو مشروع شهيد قبل ما يكتب أي كلمة، لأنه الكلمة حقها مسار. هلأ سبب الاغتيال، ليش اغتيل، شو الظرف، شو كذا، عرصي تعرض للصحافيين. طب أنا صحافي قاعد ببيتي مش عم بنزل على الشارع، لما بشوف هالنماذج اللي حكينا عنهم قبل شوي، ما انا عم بتعرض كمان، ما انا عم تتعرضي لي مخي وعقلي وفكري ومعرفتي وعلمي عم تعرضيهم للاعتداء. هلا اللي عم بيصير على الطرقات، طبعا هذا مش كل الصحفيات او الصحفيين او المراسلين تعرضوا، البعض منهم تعرض. هلا بدك تسالي السبب، مين اللي ضربهم؟ هل هو واعي شو عم يعمل؟ هو عم بيحاول يعمل سينما على الهواء يعني تيقول شوفوني؟ أكيد لا. أي اعتداء على أي صحافي مرفوض. هلأ اللي كنت عم قلي كيه بالاحتكار أو بالاصطفاف السياسي، في بعض الصحفيين أو صحفيات مستفزين يفوتوا على بيئة مخالفة لألهم، يعني يا بده يكون ياخد المعلومة منهم بطريقة مرتبة، يا إذا جاي يستفز بده يتعرض. طبعا مرفوض الاعتداء إن كان من الصحافة بسؤاله على المستجوب او على السائل عم تسأليه. يعني هون تقع المهنيه، هون تقع المهنيه وشطاره الصحافي بنيل مراده. طبعا اهميه الصحافي المهم، حتى لو انا بخالفك الراي، اهميتي اني روح لعندك على رغم الخلاف واحكي انا وياك ونتفاهم على الاقل، او نعرض وجهات نظرنا، وجهة نظرك ووجهة نظري أنا معك أنت. هيدا طريقة السباب أو الشتائم أو نوع من عرض العضلات، أنه أنا قدرت وصلت أنا عملت، هيدا ما بيؤدي لنتيجة، هيدا هدف منه تعلية الريتينج، أنه تعوا شوفوا السسبنس بهذه المحطة، هيدي فلاني قوية وهذا فلان قوي، لك يفتحش لك يفعمل.
وبيعملوهن قصد. لا بل الكذبة الكبرى انه انا لما بختار من مجموعة اشخاص وبلقنهم شو بدهم يقولوا، ما هون المشكلة. مش عم باخد انا كلام من انسان هيك طبيعي حتى فعلا اوقف على رأي الناس، مش هيدا اللي عم بيصير. يعني منشوف اليوم نحن منوقع يمكن ثغرة تانية بتصير، اللي هي انه اليوم المجتمع والجمهور بتنخفض ثقته بحرية الكلمة والصحافة وبالنشاط الإعلامي ككل، صح؟ أهم شيء ستيفاني لما واحد بيقول لي أنت شو بتحبي بالحياة، بتقولي لي بتقولي سمعتي سيتي اسمي. نعم. هالاسم هيدا لما أول مرة بيتشوه وتاني مرة بيتشوه بسوء الأداء، وتالت مرة طب أنا كيف بدي أقعد صدقه لهيدا الإنسان؟ كيف بدي أقعد أخذ منه انه هو فعلا 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 عنده كريديبيليتين، عنده صدقيه؟ نعم. هون بتسقط صدقيته. لما بتسقط صدقيه الصحافه، يعني اذا اعطيك مثل اليوم، معلش، احدى الصحف اليوم حكي، بتعرفي في كلام هلا عن اعتذار، احتمال اعتذار الرئيس الحريري عن عدم التأليف الحكومي. كتار من مؤيدي الحريري او من خطه هن قالوا، شو بتجي احدى الصحف اليوم شو بتقول؟ ايه هيدي شيء سوقه جبران باسيل ضد الحريري لانه ما بده اياه. تخيل، ما هو جماعته قالوا بعظمه لسانهم، كيف بيكون هيداك سوق الا اذا صار جبران باسيل يمون مثلا على جماعه المستقبل؟ قولوا هيك في شغل. هاي الجريده بالنسبه لي اليوم سقطت. هلا هي سقطه من زمان، معلش انا ما عندي كبير بهذا الموضوع، انا عندي الحقيقه. بهذا الإطار أنا كيف بدي أصدقها؟ ما عم بتكذب حالها، ما عم بتدين حالها بشغلات غريبة عجيبة. لأنه أنت ضد فلان لك حق تألفي، فيك تكوني ضده وتطاليه بموقفه. نعم. مش تيجي تفترع عليه. حدا شافه لجبران باسيل لقط التليفون وقال له لهادي حباش أو لمصطفى علوش قول هيك عن سعد الحريري إنه بده يستقيل؟ هني قالوا. كيف بتحطيها بظهر غيري؟ هيدي نموذج بسيط لانه هلا بعدني قري وطالع معي وفقعد ضحك ليوم الضحك. ما بتسقط من عيني هيدي الجريده وبيسقط من عيني هذا الصحافي اللي بيعمل هيك. يعني اليوم بنظرك ما هي مواصفات الصحفي الحر الفعلا الحر؟ يعني ينقل الحقيقه اللي قدامه. عنده سؤال، حابب يطلع من ضيفه شيء من قال، فيه يطرحه بمئة طريقه، وطبعا بالاحترام الكامل مش بالاستفزاز. اعطيت مره دوره لمجموعه صحفيين جايين من دوله عربيه، دوره مكثفه عن فن المقابله. قلت لهم ضيفك بالاستوديو مثل ضيفك ببيتك، الاولويه له والاحترام الزائد له. ضيفك ببيتك اذا فات على بيتك وما عندك غير رغيف خبز وانت جوعانه وهو جوعان، بتقطع لقمه الخبز عن تمك وبتضيفي اياها. نحن هيك عم بيتم التعامل مع الضيف؟ طبعا برجع بكررك، مش عم عمم. هل هيدي هي طريقه التعاطي مع الضيوف؟ الاستفزاز والريتنج. كنا نشوف سحب فروده، ضرب بالكراسي، شبق بالانانه بالمي، هذا كنا نشوفه على التلفزيونات او العياط. انا مره كنت ضيف واحد من هؤلاء اللي بيعملوا سينما كمقدمين في دوله عربيه. بالحكي انا رايق وقبالي ضيف رايق، بالانتراكت شو بيقوم بيقلنا المضيف تبعنا؟ بيقلنا لك شعلوا لنا اياها شوي، بدنا شويه حماس. قلت له خي الحماس يعني بالعياط ولا شو؟ خي انا هيك بحكي، لشو استضفتني؟ بده ريتنج، بده يرفع واحد الكرسي ويضرب الثاني او يسحب الفرد ويقوص. وصارت بأكثر من تلفزيون وموجودين على اليوتيوب فيك تشوفيهم. هيدا بطل إعلام، هيدا نوع من أرقعة، هيدا نوع من سينما. لأنه طغي على العالم وعلى ذهن الناس شيء اللي اسمه تلفزيون، يعني هيدا واقع بيصير. مش هيك قادر جيب من ضيفة، كتير إشياء بكتير تهذيب، واهم من هيدي الطريقه اللي انا بشتغلها، انه اذا عيطنا صرنا صحفيين منيح. طب اليوم برايك شو بده الجمهور؟ شو بده يشوف؟ بحب الرواق الجمهور.
عن جد بحب الرواق مين مع انه مع انه على عكس ما نراه انه اليوم اللي بيلفت الناس هو الخلافات والخناقات وما الى هنالك، او نحن وصلنا يمكن لمحل على كتر ما شفنا وتعودنا على هذا المنظر صار يمكن شيء عادي. ما بدنا نخلي الشواذ يصير القعده. هيدا بدنا القعده تضل قعده. نعم. ومين قال هذا الجمهور عايز كده؟ مثل ما هو بالفن، مثل ما هو باي شيء ثاني. نعم. انه معلش يعني انه التزليط صار موضه، انه ما بتطلع المذيعه على او المذيع الا ما يكون بطريقه فيها اغراء. حكيها عندك يمكن اكثر من مره. ثلاث اشياء عم تتحكم بالاعلام كلها لها علاقه بالغريزه. نحن مش حيوانات يا اصحاب المحطات، نحن مش حيوانات حتى تحكوا فينا الغريزه الجنسيه وغريزه الاكل وغريزه الماورائيات. نعم. انه ايه في الله مثل قايلة عندك كمان، في الله شركة، هو الله الطبيعي، ولا واحد من هول بيبصروا هني الله. هذا بسميه مثل شركة الموتور الاشتراك، ما بعرف امتى بيقطع. هذا كذب على العالم، بحكي فيه خوفي، بحكي فيه غريزة الجنسية، بحكي فيه غريزة الأكل. هذا ما بيمشي، علما انه هول التلاتة أكثر شيء بيجيبوا مصاري على التلفزيونات. هاو عم بيحاكوا الغريزة، يعني عم بيعتبرني أنا المشاهد حيوان. أنا مني حيوان، بعدني إنسان. ما ننجر، بعتذر أقول للحيوانة، نضل ناس نحكم عقلنا، نحكم حسنا النقدة بقراءة الأشياء والحكم عليها. نعم. يعني اليوم هل الأخلاق بمهنة الصحافة هي اللي بتعمل منه صحافة ناجح برأيك؟ أول شيء الأخلاق، بعدين كل التفاصيل الثانية، القدرة، الشطارة، المعرفة، الطلة، الثقافة، هودي بيجوا بمرحلة ثانية. إذا ما عنده أخلاق كارثة. يعني تصوري أنا مسؤول وحضرتك جيتي لعندي وإئتمنتك على سر. نعم. رجاء ما تحطي، عم بعطيك إياه لأنه بوثق فيك. بتقومي حضرتك، بعتذر على التعبير على التشبيه، بس إنه بما أنه أنا وياك، بتقومي حضرتك وبتنشريه عن لساني. طب أنا بعود بعطيك خبر؟ ما في كمان مشكل، في شيء اسمه المجالس بالامانات. لا، في طريقه اقدر مرق فيها الخبر، لمح له، ومش اول مره بعملها ومش اول مره عاملينها. الي ما توخزين من سنه 77 بالصحافه، 45 سنه بعرف كيف بيشتغلوا هذه القصص. ما في اسرار بتضل اسرار ولو على القبر. من هون حمايه اللي بيامن لي اياها القانون انا كصحافي لمصدري، هيدي بتخليني عزز اللي كنت عم قلك اياه. يعني بمعنى اخر انا محمي بالقانون بمصدري. وفي بعد دعوه لهلا بامريكا على احد الصحفيين اللي كشف سر ونام على مصدره وما قال عنه، وبعده لليوم عم يتحاكم وبعد ما كشف المصدر. عندي القانون بحصنني، بيعطيني كثير اشياء منيحه، ما استعمله للاثاره. مش حلو استعمله للاثاره. اذا اعطيتك سر ورحتي كشفتيه ثاني نهار بعود بعطيك؟ أكيد لا. أكيد لا. أخلاق الإعلام، الأخلاقية الإعلامية أساس. وبرجع لك اللي قلته مع طلاب الكلية من 10 سنين، هنو عم بيكرمونا بالكلية، حطوا الأخلاق الإعلامية بكفة وكل المواد الأخرى بكفة. طب اليوم شو رأيك بالصداقات اللي ممكن ويمكن ما منعمم بيعملوها بعض الصحفيين والصحفيات، لقاء الأشخاص اللي عندهم نفوذ، السياسيين، الأشخاص الماكنين اجتماعيا، هل هذا الشيء بيجردهم من أو بيعطيهم حريتهم الصحفية اللي هن بيتمتعوا فيها؟ حلو الصحافي يكون عنده صداقات مع كل الناس. نعم. وما يستغلون ها انه لما بروح لعند مسؤول في صداقه بيني وبينه، لما باخذ منه معلومه حتى انشرها ما بقبض عليها مصاري، او ماني بكون موجود على البيرول تبعه، سوق لي هاي واعمل لي هاي. هذا واحد. اثنين، هلا الارتهان او الاقتناع او المصلحة المادية اللي بتخليني أروح عند فلان تسوق له، أو علاقة تانية ما بعرف شو هي، أنا ما بدي شكك بحدا. نعم. هودي لما أنا بدي استعملهم على حساب الحقيقة أنا سقطت. بس هيدا الصحافي لازم يكون على صلة وعلى صداقة، وصداقة مفهوم الصداقة على علاقة طيبة مع كل السياسيين، تيضل قادر يحصل على مصادر معلومات. في احتمال يكون معود على 3-4 مصادر يخزلوه بنهار معين، خلاص بيقعد بيسكت بيألف من راسه.
لازم يكون يطلع. يعني بدي افترض انا عم باخذ موضوعين مختلفين بين نقيضين، بدي احكي الطرفين، ما في يكون معي طرف ما باخذ، ما بقدر باخذ منه، بدي يكون على الصله. انا عم بحكي الصحافه المضبوط، حتى شو ما كان انتمائي انا كصحافي، شو ما كان انتمائي، قادر اكشف انتمائي قدام الاخر بطريقه العلاقه انا وياه بكسب الثقه ولو كان هو نقيضي. ويا ما في صحفيين جيدين ومنتمين عندهم صدقيه عند خصومهم اكثر مما هي عند ناس اخرين. هيدا هو اللي بيجعل من الصحافي صحافي جيد، هيدا هو اللي يعني ما بخلي انتمائي يكون عائق قدام وصولي للمعلومه. نعم، هون في تهذيب، في طريقه تعاطي. نعم، هلا كل السياسيين انا معهم، بس هل كل السياسيين انا معاديهم؟ اكيد لا، منسلم في احترام، في بدي في اخذ وعطاء. انا عندي برنامج بستضيف فيه اللي معي واللي ضدي، ولا واحد ما تواخذيني بيطلع منه راضي، بفسح له المجال مثله مثل غيره، بحب رأيه أو ما بحب رأيه، مجاله مفتوح لحتى يحكي ويعطي وجهة نظره. عندي شيء عارضه فيه بقول له إياه وبنتحاور، لا بضربه لا بخبطه ولا بعدي ولا بقول له فل اترك الحلقة وروح، أو أنا بحمل حالي وبفل. مش هيدا هو في أخلاق تربية بيتية مثل ما بيعلموك أهلي، يا ماما إجينا ناس على البيت عادي منيح نطف حواليك، في هودي هن اللي متعلموا بالبيت هن بالصحافة. طب اليوم كصحفي ومحلل سياسي، شو رأيك بمن يأخذ الحدث وحرية التعبير إلى منحى التعصب والكراهية، إذاء الأصوات المستقلة أو اللي بتحمل آراء مختلفة؟ هذا الشيء مش مظبوط. الحلو الرأي يكون معروض. نعم، وتناقش تقارع الحجة بالحجة، تقارع الحجة بالحجة، مش بالعنف ولا بالإكراه ولا بالاستفزاز ولا بالضغط ولا في طريقة في العقل. ليش الله عطانا العقل؟ تنتحاور بالعقل بالكلمة. الكلمة مثل ما هي سلاح خطير، كمان سلاح كلمة سواء بيني وبيني. تصورت جيب اثنين نائضين وتقدر انت كمحاورة تقدر تجمعيهم على كلمة سواء وتطلع بنتيجة إيجابية، مش كل واحد ضل فالل وعم بيساحب السيف والدم بالأرض. أكيد لا، هيدي الوظيفة الإعلام، يضوي على كل الأراء، يترك القارئ يستنتج. عندي استنتاج بقوله اقتنع فيه المشاهد أو القارئ، كان به ما اقتنع هو حر، بس ما بيجعل من عدم اقتناعه اجعله يكون عدو لألي أو خصم لألي. هذا شيء غريب عند عاداتنا وتقاليدنا. الصحافة فيها أخلاق، لو كان في صحف صحيفة ما بتحكي عن صحيفة أخرى، تلفزيون ما بيحكي عن تلفزيون آخر. اليوم شو عم بيصير؟ هيدا بسب هداك وهداك بسب هداك من وراء الريتينج، انت سرقت لي فلان وانت سرقت لي فلانتين، انت عملت مثل، بيطلع بيحكي على بعضهم وشفتيهم بمقدمات اخبار. نعم، وشوهوا بعضهم ونزلوا بعضهم من المنخول ونشروا اخبارهم على صنوبر بيروت. هيدا بطل اعلام، هيدا صار كسب ماده من وراء العياط والصريخ، واهم شيء الريتينج. الريتينج هلكنا، الريتينج هلكنا، ورأس المال هلكنا، لأنه بده هيدا الريتينج من وراء هودي القصص. وهو غريبين عن الأخلاق بدرجة أولى وعننا نحن بدرجة تانية. يعني اليوم بدي هيك بين هلالين، هل أنت مع عبارة إذا سلبنا حرية التعبير عن الرأي فسنصير مثل الدابة البكماء التي تقاد إلى المسلخ؟ ما شو اسمه، ولدتنا أمهاتنا أحرارا. نعم، نحن خلقنا أحرار، أكيد منا دواب، أكيد نحن بسمونا الحيوان العاقل أو الناطق. شو يعني العاقل والناطق؟ يعني بفكر، يعني عنده حرية. الحيوان بتقوده الغريزة، الإنسان بيقوده عقله، نحن أولاد العقل. ما حدا بيسلبك حريتي، أنا انسجنت مرتين وكانت حريتي أكبر من السجانة، لأني ضميري مرتاح. نعم، لأنه صوتي عالي، لأنه ما خفت شيء. الحرية أراء مثل ما قلت سقف الحقيقة، والحرية ما بدها رقيب داخلي، ما بدها، مش إنه يكون عندك رقيب داخلي، لا أوعى أحكي هون هلأ بزعل فلان أو فلانتين، لا بحكي الكلام طول ما أنا ضمن المنطق وضمن القانون. بدك تحسبني حسبني بالقانون.
نعم. مش تجي تحاسبني بالرصاصة أو بالكف، علما أنه برجع بقول لك أول ما ألقط قلم وأقرر أنه أنا فايت على عالم الصحافة أو الإعلام أو الكتابة، أنا شهيد، أنا مشروع شهيد، أمتى بموت ما بعرف. وهيدا الشهيد الصحافي هيدا بيدفع ثمن كلمته، بيجي مؤرخ بعدين بيستثمرها، بيجي حدا بعدين بيكتب عني وبيعمل من وراي رواية طويلة عريضة، بس أنا اللي بكون دفعت حقها، حق كلمة اللي أنا عم أقوله ومؤمن فيها، حياتي. نعم. ما حدا بيسلبك حريتك، حريتك معك حتى لو مكبلة بالأصفاد، طول ما عقلك حر أنت حرة. الحرية مش بالكلبشات ولا بجنازير ولا بشيء، الحرية هون. طول ما بيقول الإمام علي شغلة، إذا واجهت واجه، بنقول بالسيف. نعم. ما قدرت واجهت بالسيف، واجه بالكلمة. إذا ما قدرت واجهت بالكلمة، على القليل بالفكر. مية خلي مية. فكرك أنه هيدا أنا بدي واجه، إذا هلأ مني قادر، ما عندي وسائل للمواجهة، خليها بفكرة، وهيك بدنا نضل. هي الحرية. أستاذ حبيب، بدي منك كلمة أخيرة بهالمناسبة اللي طرقنا وحكينا بموضوعها. بتمنى ترجع الصحافة مثل ما أنا بحبها، مثل ما أنا تعلمتها، ومثل ما أنا بعلمها. وبتمنى على الصحفيين الجداد ما ينغشوا بالمظاهر، ويبلش يوقفوا الكذب بشكلهم. الكذب ببلش بالشكل. نعم. تضل على طبيعتها، بنت 20 21 22، شو بدك بالأكسسوارات البرانية؟ ليه عم تشوهي جمالك؟ في مذيعات وصحفيات عالميات مهمين بعدهم مثل ما هني على طبيعتهم، ما كل عمر له طبيعته. بيبلش الكذب من هون. يعني انت انتهيتي بالنسبة لي. هلا بفهم في عاهة، في مصيبة، في شغلة، اوكي بتتزبط، بس كل يوم يبين علي هالشخص بشكل مش مقبول، هذا عم بكذب علي 100%، عم بكذب علي. خليكم صادقين مع نفسكم، وخليكم اولاد الحريه الحقيقيه، اولاد الاخلاق وتربيه البيت اللي هي العيب والحرام، واعملوا ساعتها اللي بدكم اياه. استاذ حبيب، انا بدي اتشكرك على هالمداخله القيمه. وانا بدي اتشكرك، وشكرا لنور الشباب ولكل الزملاء العاملين معك. شكرا. اهلا وسهلا فيك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا بريك ومنتابع. إيمانك
السماء يكون لون السماء من لون فستانك. لكم مشاهدينا لنكمل سوا. بمناسبة بدء الشهر المريمي رح نكون باتصال مع الأب طانيو سبطيش خادم الرسالة المارونية والمشرقية بتولوز بفرنسا. أهلا وسهلا فيك أبونا. الله معك ستيفاني وبونجور لكل مشاهدين نور الشباب. بدي أتشكرك على هالمداخلة. هل فيك تخبرنا من خلال وجودك اليوم بمزار سيدة العذراء بلورد شو هيك عن الأجواء العامة هناك؟ بتعرفوا أنا خادم رعية تولوز ومنطقة لورد هي المنطقة الأقرب لمدينة تولوز لنحن الرعية المارونية اللي موجودين على أرضها، وأنا من وقت لوقت بطل على مزار سيدة لورد، وهون بتشوفوا وراي أنا قدام هلأ نهر الجاف، وراي في المغارة، مغارة مسابيال مع الشموع، وفي هيك كم من المؤمنين اللي عم يجوا عم بيصلوا. ولكن مثل ما بتعرفوا بظل جائحة كورونا، بظل هالوضع الصحي اللي كلنا عم نعيش فيه، بتلاقي منشوف انه لورد اللي كانت تستقبل اكثر من 6 ملايين زائر من جميع انحاء العالم، اليوم في بضع المؤمنين اللي عم يجوا بالشهر المريمي. وهيدي لاول مره بتاريخها هيديك السنه مزار سيده لورد بيسكر، بيقفل ابوابه قدام الزوار، ولكن هلا مع نتفه تحسن الوضع بلش الحج الى مزار سيده لورد يرجع يستنشط شوي شوي. نعم، هالمكان هو مكان حج للملايين من الناس والمؤمنين. خبرنا اليوم قديش هناك رمزيه واهميه كبيره لهالموقع اللي انت حضرتك موجود فيه.
بتعرفوا مزار سيدة لورد هو مزار عالمي بيتجه فيه من كل أنحاء العالم، لأنه هون بتعرفوا ظهرت العذراء على صبية من عمرها 14 سنة برناديت سوبيرو، وطلبت منا أنه تحضر 15 يوم متتاليين ظهرت عليها، ومن هون بلشت هالرضية هالمكان من بعد ما ظهرت العذراء، من بعد ما قالت لها بالظهور 16 أنا التي حبل بها بلا دنس، هذه العقيدة المريمية التي البابا بيوس التاسع قد أعلنها، واجت بظهورها هلا بظهور مريم العذراء مثل كانه اجابت على هذا السؤال على هذه العقيده واكدت هذه العقيده عقيده التي حبل بها بلا دنس. ومن هون كمان وقت العذراء طلبت من برناديت سوبيرو انه تبحش بالارض وطلعت مي، ولكن نحن بنقول هيدا منا مي مقدسه ولكن مي عجائبية، مي الإنسان المؤمن بيغتسل فيها، ولكن بيغتسل فيها مش بس من الخارج، بيغتسل فيها من الداخل. مشان هيك مزار سيدة لورد هذا المزار العالمي، واحد صلاة واحد رجاء، بيجي الإنسان بحس حاله عم بيسلم حاله لأمه مريم العذراء. مريم العذراء هي المعلمة بالإيمان، مريم العذراء هي اللي عم بتدلنا على طول على ابنا يسوع. قديش حلوة هالمسيرة الإيمان اللي بنمشيها نحن وستنا مريم العذراء. يعني أبونا إذا بدي أسألك هيك، قديش اليوم بهذا الموقع تحديدا، يمكن ما منتلقط بالأماكن، ولكن هذا المكان له رمزية له أهمية للتوبة والرجوع إلى الذات وخاصة الإيماتات، قديش اليوم بتشوف أنه الناس بحاجة لهذا الشيء؟ مضبوط. هلا اكيد يعني بنطلع على سيدة لبنان وبنصلي وين ما كان الانسان بيفوت الى مخدعه وبيصلي، ولكن هالمزارات هالظهورات بتساعد الانسان انه يتقرب من ربه، يتقرب يرجع لذاته. وهيدي كثير مهم، نرجع لذاتنا، ندخل باعماقنا. الانسان نحن ابن القرن ال21 مع كل هالتطورات مع كل هالقصص اللي عم بتصير بالعالم بحاجه انه يكون هيك باماكن مقدسه بتخليه يرجع. اكيد بيقدر يصلي وين ما كان، ببيته، بمزار، بكنيسه الرعيه، ولكن نحن بما انه موجودين على هالارض بارض فرنسا فبنستفيد من وجود مزار سيده لورد. وبيعمل هالانسان حج، وهذا الحج بيكون مش بس حج هيك يعني بالطريق بينتقل وحاجة يكون بس للتسلية، ولكن أنا بقول حج داخلي. بيرجع الإنسان بيراجع، بيعمل لكتور دو في، بيعمل قراءة حياة. والمكان هيك أكيد بيساعدك، بتمنيك عم بتشوفي وراي هالنهر، نهر الجاف، المزار ورا هالمؤمنين. حلوة كمان جماعة المؤمنين، لأنه بتحس المؤمنين كلها عم بتصلي، ونحن المسيحيين وكجماعة مؤمنين نحن من يعني بلشت أصلاً الجماعة الأولى كجماعة يعني، فقديش حلو هيك منصلي سوا، منكون متشاركين بالصلاة سوا. فأكيد كل هالإطار بيساعد الإنسان تيعمل هالمسيرة الحج الداخلية. نعم، ذكرت ثلاث هيك عناوين صغيرة، كانت رسالة لورد إنه يكون في توبة، رجوع للرب، والإيماتات والصلاة والعودة عن الخطيئة تحديدا. شو كانت تقول رسائل العذراء هيك، إذا فيك تعطينا بعض المقتطفات منها لنكون عم نتشارك مع كل الأشخاص اللي عم تسمعنا اليوم، العذراء شو طالبة منها؟ أكثر شيء برسالة لورد يعني أكيد في هن الرسائل تركزت أكثر شيء وجهتها مريم لبرناديت، هي رسالة من خلالها أكيد لكل المؤمنين، عبرت فيها عن التوبة وعن الرجوع إلى الله، وكمان بتحكي عن الصلاة الإماتة التكشف. هيدي هي مسيرة الحج اللي عم نحكي عنها، الإنسان بده يرجع لربه، الإنسان بده يعرف إنه هو في كرياتور افيك ان غران سي، في خالق خلقني، ذكائي، إنجازاتي بالحياة، كل شيء، في شيء أنا هودي عطايا معطيين من الرب. وإذا الإنسان ما يرجع يعرف أنه هيدا مصدر الرب، منه مصدر ذاته، لأنه نحن مع التقدم العلمي، مع التقدم اللي عم نعيشه، مع هالتطور، بفكر الإنسان أنه حاله أنه هو الأساس.
في هذا الإيكو سنتريسيزم، بيصير الإنسان بيوجه كل الإنجازات لإله هالتطورات، وبينسى أنه في خالق عطاني أنا الزكاة، عطاني أنا كل هالأرض تستعملها لخدمة الإنسان، ولكن ليس لسخرها لخدمة نفسي. فقديش حلو انك ترجعي للمصدر، لترجعي لله. ومريم العذراء هي بتشوفيها هيك، هي ومع القديسين كيف يعملوا مسيرة هالإيمان، كلهم هيك متوجهين عم يطلعوا صوب الرب. فبتعملي هالمسيرة مع مريم، نحن مش تركيزنا بس على مريم العذراء، مريم العذراء التي كرمها جعلها أم الله، عم بتساعدنا تنوصل ليسوع، عم بتساعدنا تنوصل لله. أكيد منعظمها منكرمها، حتى الله تصوري الإنسانة جعلها أم الله. شوفي أجمل، أحب يعني مريم اللي بتمثل المؤمنين، شوفي أجمل إنه الله الخالق الإله جعل مريم الإنسانة أم لإله، تيوتوكوس أم الله. يعني قديش هذا شيء عظيم جدا، قديش كرم الإنسان الله، كرم الإنسان من خلال مريم العذراء، جعله بمقام أم الله. فقدام هالحقيقة الكبيرة الإنسان ما بيقدر إلا ما يصمت قدامها. وهون صدقيني بلور تعلمت شغلة، إنه الصلاة مش بس بالتمتم، والصلاة مش بس بالحكي، والصلاة مش بس بالطلبات، إني أختبر صمت الله، صمت هذا الصوت الداخلي، هذا الصوت من جوا بخليك ترجع إلى ذاتي وتسمعي صوت الله عم يحكيك من جوا. كثير يعني مهم اليوم، تفضل، انه نص كثير مهم. يعني نحن كثير خصوصا الشرقيين واللبنانيين حد ذاتها بنحب نحكي، بنحب نتضرع، بنحب نطلب. قديش حلو تسكتي يعني قدام هالنهر، قدام من قال له يا رب احكي فيي، يا رب انت اللي احكي، انت شو بدك مني مش انا شو بدي. على طول نحن الانسان بيحب يسوي بروجيت، انا شو بدي. في كاهن بمسيره دعوتي كان يقول لي شغله، يقول لي ابونا، ما كنتش ابونا، قال لي ارجع شوي، عمور ركول، خلي الله يشتغل من خلالك. مش على طول انت بدك تقول بدي هيك وبدي هيك، ونعمل بروجيات وليكه والانسان ما في دلو يعني بروجيات. اجا مايكرو فيروس، فيروس صغير وقف مطارات العالم كلها، وقف إنجازات العالم كلها، تيعرف الإنسان أنه مش أنت سيد هذا العالم، في شخص أكبر منك، في شخص هو تلتجي له بصعوباتك والأشياء اللي أنت بتعاني فيها. مش عطول أنت بتلتجي لذاتك، بتفكر بشطارتك وبذكائك بتقدر أنك تسيطر على كل الأمور. يعني اليوم أبونا بدي هيك أسألك، من محل ما أنت موجود اليوم، من الباحة اللي أنت فيها، في كتير ساحات بالعالم وبالعالم العربي وأيضا الأوروبي وحتى بلبنان في كتير ساحات، اليوم لشو بتدعي أنه ساحاتنا وين تكون وشو يكون فيها؟ ما توخزينا لأنه هون الدنيا عم تشتي، صوت شوي خفيف إذا بس تسمحينا. كنت عم قلك أنه في كتير ساحات بالعالم، بالوطن العربي والأوروبي، اليوم ساحاتنا شو لازم تكون مليانة أبونا انطلاقا من وجودك بساحة لورد اليوم؟ حلو هذا التشبيه، يعني حبيت أنه الساحات في رب، ويمكن في أشخاص عم تطلب للسلام، ولكن نحن المسيحيين وغير المسيحيين، نحن كبشرية كإنسانية، صحتنا أكيد لازم تكون صحة صلاة، صحتنا لازم تكون صلاة تدعي للسلام. الإنسان إذا ما رح يعرف إنه من خلال خيو الإنسان، بهالعلاقة مع خيو الإنسان بيوصل لله، بدله الإنسان يفكر حاله بس هو سيد الموقف. أنا كإنسان مين ما كنت تكون، مسلم مسيحي من كل الديانات، أنا مع خي الإنسان ببني العالم لمجد الله، ببني العالم مش لمجد الشخصي، ببني العالم لمجد الله. وهيدا هي إذا بركز على هيدا، على هيدا الفكرة، السلام، السلام الداخلي، وهالسلام الداخلي اللي بعكسه على خي الإنسان، وأنا وياه منعيش سوا، أنا وياه منعيش بهذا العالم، واثنيناتنا مين ما كنا نكون من كل الديانات، والحتى اللي ما عنده ديانة، في أشخاص بفرنسا أختي ستيفاني ما عندها ديانة، ولكن عن جد بتعيش الديانة المسيحية
بذاتها. فها هي هالتعايش، هالسوليداريتي، هالحب الآخر، اثنيناتنا نرتفع بعلاقة مع خالقنا مع الله. نعم، أنا بدي أتشكرك الأب طاني سبتيش خادم الرسالة المارونية والمشرقية بتولوز فرنسا. ربنا يكون معكم وإن شاء الله هيك دايما منتحد بالصلاة أبونا. وهون معي كمان عدد من المؤمنين اجوا معي من تولوز كمان، فمعنا اختنا أليكا بكتساريون اذا هيك. اكيد اكيد بونجور، يعطيك العافيه. يعني من بعد ما حكي الابونا تانيوس انا عجزي عن الكلام من بعده. اكيد، ولكن نحن بدنا نشوف اليوم هيك كلمه منك عن الاختبار. اليوم انت جيتي من 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 مكان لمكان اخر تختبري الوجود، وجودك بلورد، شو بتخبرينا عنه؟ وخصوصي بالشهر المريم. بقول شغلي انا، ما بعرف سي سا ان رابور مع السؤال اللي سالتيني اياه. أنا كنت تعودت كثير تجيت على لود، وأول مرة جيت قلت أنا يا الله بدي أطلب منها السماح وبدي لها ما تاخذيني أنا تأخرت عليكي، بس وصلت لهون لقيتها مثل العذراء ناطرة بتضلها ناطرة، ما ناطرة لا ما حدا إلا باردون ولا شيء، ناطرة بالشتاء بالصيف. حسيت بهالعلاقة هيك بيني وبينها، إنه صحيح ما جبرت إلا باردون، ما جبرت، بس هيك قعدت وحكيت معها وطلبت منها. وصحيح بتفكري حالك نتفي بالسماء، كان عامل علاقة بين الأرض وبين السماء، وجودها هيك بتحسي كنيسة بالسماء، كنيسة بالهواء مثل ما بقول بالهواء الطلق. اليوم هيدا سيركل دو بارتيكوليير يعني على هون، وأكيد دايما 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 بكل ما في عنا صلاة لكم، صلاة للبنان اللي عم يتعذب، لهالناس اللي عم تتعذب. نحن بدنا نتشكركم كثير، شكرا لكم. ولا ميرسي لكم، ميرسي لكم. جرون ميرسي. أبونا بعدك معنا على الاتصال؟ نعم بعد على الاتصال معكم. أنا بدي منك بمعنى كمان خينا جو. نعم تفضل جو. شاب لبناني من تولوز. أنا بس كنت عم أقول إنه أنا شخصياً بفرنسا بالغربة بالأنتوراج تبعي بتولوز بالشغل بالجامعة. نعم. يعني الناس صنيك يعني إذا كان بدي صلي بإيدي على وجهي قبل الفحص بالجامعة كانوا يطلعوا فيها بطريقة غريبة، فكنت حس بإنه مش مثل لبنان. فبس رجيت على تولوز هون غير عالم، العالم كلها بتآمن، كلها صلاة، في خشوع، في 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 سلام. برجع لذاتي، برجع ل يعني لورد عن جد أكثر منطقة معقول الواحد يحس فيها بالسلام. اليوم جو كشاب لبناني أنت عم تدرس بفرنسا وبعيد عن وطنك وعن أهلك وعن كل الأشخاص اللي بتحبهم، قديش هيك بتصلي كل يوم تا الله يعطيك الصبر، وحتى كمان تذكر الأشخاص اللي بتحبهم من مريم العذراء إنه يكونوا بخير؟ شو هالعلاقة اللي صارت؟ أكيد بالغربة أول فترة، خاصة بالغربة شيء كتير صعب. يعني أنا أول مرة سافرت بحياتي كانت تركت أهلي وبيتي وجيت على الغربة ما بعرف حدا هون، فما كان عندي شيء يقويني إلا الصلاة والإيمان، خاصة إنه ما كنت بعرف حدا بتولوز، وصلت على مطرح جديد، فأكيد كان عندي بس الصلاة. وبس جيت على الورد كمان حسيت إنه هيدا المطرح اللي برتاح فيه، بجي بصلي عليه. نعم بصلي فيه. جو، شو بتقول لكل شاب وصبية لبنانية اليوم عم بيفكروا بالضعف؟ بدي أقول لهم إنه إذا بيصلوا، إذا بيرجعوا لذاتهم، بيرجعوا لله، وبقووا حالهم بالصلاة والإيمان، بحس إنه بيتخطوا كل المشاكل اللي عم يمرقوا فيها. نحن بدنا نتشكر كل الجهود اللي عم تعملوها، وأكيد بإرشاد من الأب طانيوس بطيش خادم الرسالة بالمارونية والمشرقية بتولوز. أبونا بعدك معنا؟ نعم ستيفاني. أنا بدي أتشكرك على هالمداخلة اللي كنتوا كلكم فيها، شرحتولنا فيها الوضع هونيك.
بدي منك كلمة. سوري ما تاخذونا بس لانه نحن بالسانكتوير ونحن ممنوع نصور هون، ولكن قدرنا يعني ناخذ الاذن وقدرنا نصور قدام المغاره، يعني اكيد بتقنيات بسيطه يعني من المنطقه. مشكورين لكل جهودكم ابونا، خلينا اياكم ونتمنى كمان نشوفكم معنا بهذا المزار العالمي هيك تنصلي نحن وسوا. وبرجع من هذا المزار منوجه رسالة حب، رسالة سلام لجميع إخوتنا بلبنان. صدقوني نحن قلبنا معكم. أنا مبارح وتجيت هون قدام هذا قدام العذراء قلت لها لبنان لك يا مريم، عن جد لبناني. بس كانوا يقولوا لي أنت لبناني معك، يعني بس مجرد تقول أنك لبناني في فيزا ما كنت أفهمها. وقت جيت هون على الغربة وعلى هالأراضي مجرد ما تقولي لشخص أنك لبناني عن جد بتشوفي كمية هيك الفرح، كمية قديش بحبوا اللبنانية. فعن جد أنا لبناني بفتخر أني لبناني، وأنا لبناني وأنا مسيحي، بفتخر بمسيحيتي وعم صلي صدقيني عطول. وبالغربة بتعلمك أنك تصلي لوطنك لبنان. يمكن منكون عايشين بلبنان ما بنعرف قيمته، منقول بدي أخلص من هالبلد، مش تعبان متضايق، هالبلد ما قدم لي شيء. ولكن وقت تتركي بلبنان بتصيري ناطرة دقيقة، بتصيري عم تعدي الثانية تترجعي لربوع لبنان، لربوع الوطن. صدقيني وأنا ككاهن كمان بعيشها، يعني بنطر فصل الصيف بس تنزل شوف لبنان، تشم لبنان، تعيش مع لبنان، تأرجع حس يعني بتذكر سيدة لبنان. يعني بصير قاعد هون وعم فكر بسيدة لبنان ب 22 شهر بتطلع على مر شربل. هودي كلهم بتكون منكون تحت نحن اوكي منعيشهم، ولكن بس عن جد نتغرب منصير الشغلات هيدي البسيطه بتصير تعني لنا، بتخلينا على طول نفكر فيها ونحلم فيها، بتبقى ناطر يعني توصل الصيفيه. عندهم بدقيقه تقدر اوصل وشوف لبنان وشوف اهلي بلبنان. فصلاتي وكل هيك كل تاملاتي اللي عم بتاملها وبحط لبنان قدام مريم العذراء بسيدة لورد. ولورد كلمة لورد هي لأن هون بتعرفوا كان في كونكات أراب، لورد هي الورد، فليكو الورد. بحط كل عذابات لبنان وردة تحت أقدام مريم العذراء. أبونا أنا بدي أتشكرك على كل اللي قلته على هالمداخلة الحلوة، شكرا لك. خلينا إياك ستيفاني، ومرسي كتير لتلفزيون نور الشباب. أهلا وسهلا فيكم، شكرا لك. مشاهدينا نحن بنتشكر متابعتكم لنا، ملتقانا بحلقات جديده، الى اللقاء.